شاب سوري استطاع بفترة بسيطة أنه هو يتنقل من مكان لمكان أفضل. واليوم رح نحكي معه عن سوق العمل. الكل بيحاول يدور ليحجز مساحة له بسوق العمل، ويمكن بيحاول يعمل ورشات تدريبية، بيحاول يكون عنده شوية خبرة، لأنه أغلب الأماكن بتطلب مو بس التخصص الأكاديمي، أحيانا الخبرة بالمجال يلي بيكون الشخص بده يشتغل فيه. صحيح سلمى، وأكيد فقرتنا الختامية رح نحكي أكثر عن ضيفنا الشاب حيدر يونس، يلي حصل على تم اختياره ضمن 100 شخصية مؤثرة في الوطن العربي، طبعا إلى جانب ورشات العمل، بأنه يكون فاعل في ترسيخ ثقافة التطوع. وأيضا اليوم حيدر يونس هو مركز تأهيل وتدريب الشباب في بصمة سوريا، وكمان مؤسس مبادرة شباب المحبة. أهلا وسهلا فيك. وصلت لأهم الشخصيات، صرت من 100 شخصية بالعالم المهمة، وخصوصا بين الشباب والمؤثرين بالوطن العربي. كيف وصلت لهي المرحلة؟ كان العمل بالبداية مع الأطفال والطفولة، فانتقل بشكل جزئي نتيجة التطور العمري أو العمر، يعني المرحلة العمرية اختلفت، فصار عملي أقرب للشباب. فاستلمت من حوالي سنة مركز تأهيل وتدريب الشباب بمحافظة اللاذقية بمؤسسة بصمة شباب سوريا، فقمنا بالعديد من المبادرات النموذجية اللي كانت كتير حلوة لخدمة الشباب، وبالتالي صار في اختيار من مجموعة ترجمان العرب الإماراتية لأفضل 100 شخصية شبابية مؤثرة بالوطن العربي، وكان اختياري من ضمن هيدي الشخصيات. يعني اليوم حيدر، أنت مو بس وصلت لهون، أنت قدرت تنشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب السوري، واليوم كمان جهودك التطوعية أكيد ساعدتك كتير لحتى صحيح. على نشر هي الثقافة. خلينا نحكي بالأعوام الماضية لوين وصل مدى نشر هي الثقافة، وهلأ شو الجديد؟ هلأ حقيقة ثقافة التطوع دائما بتخلينا نكون أقرب للناس، يعني اليوم كل من يعمل على مبادرة، على أي شيء يخدم المجتمع أو الأفراد هذا المجتمع، بالتالي رح يكون قريب من الناس. وبالتالي ثقافة التطوع غير أنها بتقدم للفرد نفسه معاني سامية وحلوة، كمان بتطرحه للمجتمع بطريقة جميلة. يعني إذا بدنا نلاحظ مثلاً، نحن كإعلاميين، وأنا دراستي يعني بفن الإعلان، فدائماً حتى الشركات أو الأشخاص لما بدهم يأثروا بالمجتمع بينصحوهم يكونوا بالجانب الإنساني، فبيلجأوا لأنه يرعوا العديد من الفعاليات أو الجمعيات لحتى تطرحهم للمجتمع بصورة محببة. فالتطوع دائماً بيطرحنا للناس بطريقة كتير جميلة، وكمان بيغذينا نحن يعني كأشخاص. أكيد. طيب اليوم أنت صرت بمركز مدير لمركز التأهيل والتدريب ببصمة شباب سوريا فرع اللاذقية. خلينا نحكي أكثر اليوم، بما أنه قلنا بمقدمة الحلقة أنه أيضا بلشت الدورات للتخصص بالعمل، كيف الأشخاص ممكن يتأهلون لسوق العمل. صحيح. نحكي شوي عن هاي الدورات. حقيقة أسمى ما يمكن أنه أحكي عنه هو مركز تأهيل وتدريب الشباب، لأنه فكرة سامية بكل ما يعني تحمله هاي الكلمة من معنى. مركز قائم بكوادر احترافية عم يقدم كل الدورات المهنية والعلمية بشكل مجاني بالكامل. يعني اليوم أي شاب أو صبية يائسين من الحياة قادرين أنه يجوا لعنا ويتعلموا مهنة أو يتعلموا ياخذوا كورس معين لحتى يوصلوا لسوق العمل وبشكل مجاني بالكامل. فقديش فيها سمو هاي الفكرة وإنسانية ونبل. يعني اليوم يمكن من النادر أنه نشوف مركز إلا كلياته مأجور. فأتحنا ضمن هذا المركز اللي هو مشروع من مجموعة مشاريع رائعة بتقدمها مؤسستنا، مؤسسة بصمة شباب سوريا، فكرة بتأهل وبتدرب الشباب وبتمكنهم وصولاً أنه لسوق العمل. فهي هي فكرة مركز تأهيل وتدريب الشباب. طبعاً نحن عم نشوف ورشات التدريب هون، وعم نشوف كمان بعض الصبايا والسيدات، يعني كمان الناس هون ما أخذوا حصة كبيرة بمجال التدريب والتأهيل، وأخذوا كمان مسارات مهنية. خلينا نتوسع أكثر بخصوص هذا الموضوع، الصبايا والسيدات. عم نشوف لقطات من دورة صيانة الموبايل واللابتوب، وهون بدي أحكي عن جانب كتير مهم، أنه أنا بإدارتي لهذا المركز لمست اليوم
يعني الإقبال الكبير على الدورات المهنية. يعني اليوم كل الصبايا والشباب عم يرغبوا لدورات مهنية بيقدروا من خلالها يطلعوا من الدورة ويباشروا عمل يعني السوق المهني. فاليوم هاي الدورات جدا مرغوبة لأنها فورا بتأمن أنه هذا الشخص يتعلم وبالتالي فورا يبلش يطلع دخل. فهي دورات مرغوبة كتير. وكمان في شيء بدي أعلق عليه نتيجة أنه عم نشوف كتير عدد سيدات بالمركز. كان بدي أسألك عن هذا الموضوع. يعني عم نشوف سيدات عم يشتغلوا أو عم يدربوا على شيء لتصليح الموبايلات وما إلى ذلك أو دورات مهنية حتى كهرباء. هلا عادة نعرف أنه السيدة أوكي ممكن تتخرج من هندسة المعلومات هي تشتغل مهندسة صحيح. تقنية، ولكن قليل ويمكن نادر لهلا ما شفنا يمكن ولا سيدة محل موبايلات صح. هي عم تشتغل تصليح موبايل أو عم بتبيع موبايلات صح. هل في بلشت معك هاي البادرة صرت عم بتدرب سيدات ممكن قريبا نلاقي باللادية أول سيدة عم تشتغل محل موبايلات؟ صار في تماما. هلا أول ما عملنا الكورس وأعلننا عنه كانوا يحكوا معي سيدات لكن خجلانين إنه معلش نتدرب كهرباء، إنه معلش ما تصورونا إنه نحنا عم ناخد كهرباء أو ما تقولوا أو كذا. يعني أنا صرت شجعهم إنه ليش عادي جدا إنه اليوم السيدة تتعلم الكهرباء ممكن لبيتها، يعني أقل ما يمكن أن تدرك مثلاً أكيد. صيانة الكهرباء ببيتها، مثلاً صيانة الموبايل لعائلتها كمان. فبلشت الفكرة صغيرة، يعني مثل ما اليوم مثلاً السيدة بتتعلم صناعة المنظفات عنا بالمركز وبالتالي بتستغنى عن شراء المنظفات من برا وبتعمل كميات كبيرة بتكفيها لسنة كاملة. فصار في إقبال كبير من السيدات على دورة صيانة الكهرباء صيانة الموبايل، يعني وكانوا هيك أول شيء خجلانين هلأ متشجعين. يا ريت تدلنا عليها لحتى نستضيفها قريبا. أكيد إذا في حدا بلش أكيد. بهذا الشيء بسوق العمل نحن بيطور هلأ اختيار مجموعة من السيدات ومن الشباب كمان اللي تميزوا بكل كورس كرمال نعطيهم منح ليطوروا دراستهم بشكل أكاديمي أكثر، وكمان بتكون ضمن المنحة لقاء معكم. أكيد. خلينا ننتقل معك حدر على المجالات المهنية يلي موجودة كتير عندكم بالبرامج وورشات التدريب والتأهيل، شو أكثر شيء كان موجود؟ هلأ الورشات المهنية كانت صيانة الكهرباء، صيانة الموبايل واللابتوب، كان في خياطة، تصميم أزياء، كان في كمان يعني العديد من الدورات العلمية كمان مثل مهارات المحامي، الذكاءات المتعددة، كان في هلأ كمان حنطرح شيء له علاقة بالإسعاف الأولي ضمن برنامج كمان في كل بيت مسعف، حملة كمان لمؤسستنا. يعني الدورات المهنية والعلمية أنا بحسها متكاملة. يعني اليوم مثلا لا يمكن أنه تعملي عنا دورة مهنية بصيانة الموبايل أو بمثلا صناعة المنظفات دون ما تعملي مثلا تي أو تي تدريب مدربين، منشان أنت تكوني بتعرفي كيف تتعاملي مع الزبون. فاليوم الدورات العلمية والمهنية متكاملة بالمركز. يعني ما اكتفيت حيدر أنه بكل بيت يوجد كهربجي، بده كمان بكل بيت يوجد مسعف. أوكي. طيب خلينا نحكي كمان اليوم مسارات مهمة عم تشتغلوا عليها ضمن مركز التدريب والتأهيل باللاذقية. أهم المسارات الجديدة، نحن هلأ بداية 2024 لساتنا بالشهر الأول، شو خطة العمل لهي السنة؟ هلأ خطة العمل لهي السنة هي أنه أنا كيف ممكن خلي مركز تدريب وتأهيل الشباب معتمد من قبل العديد من الشركات ومن أصحاب الأعمال، وفورا هدول أصحاب الأعمال يتواصلوا مع المركز. على سبيل المثال مثلا فلان عنده مركز تجميل، كيف يتواصل مع مركز تدريب ليرفض هذا المركز بكوادر، يعني يعتمد الكوادر التدريبية من مركز تأهيل وتدريب الشباب، وبالتالي أنا هون بكون أمنت هذا الشاب أو الصبي اللي عم يعملوا عندي كورس كيف فوراً أمنهم ليدخلوا لسوق العمل. فهي خطة 2024 إضافة طبعاً للعديد من الخطط اللي عم نحطها لنطور المركز. أكيد نتمنى هيك كان ناخذ وقت أكثر ومعلومات أكثر، ولكن إن شاء الله هيك بلقاءات قادمة يكون كل شيء جديد، وأكيد نتمنى لك كثير من التألق والنجاح. شكراً كثير لكم على هاي الاستضافة، شكراً لقناة الإخبارية السورية الموجودة معنا دائماً والعزيزة على القلب. شكراً لك حيدر، ومثل ما قلنا نحن من السنين كنا معك من أول ما كنت أول طفل بياخذ جائزة بأي شيء إلى اليوم، ومستمرين أكيد لنحصد طبعاً دائما التميز والإنجاز عند الشباب السوري بمختلف الأعمار. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا.